بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن هذا المنطلق نتحدث اليوم عن الحج، عن موسم الحج. كما تعرفون نحن اليوم الآن في موسم الحج، ولكن بداية دعوني أن أرحب برئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأستاذ صالح برمة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، في السنوات الفاتت أو في السنوات الماضية، الحجاج التشاديون يشتكون من سوء تنظيم الحج. في بعض الأعوام يشتكون من سوء تنظيم الحج، بدءا من العاصمة نجمينا إلى الوصول إلى الأراضي المقدسة، سواء التكدس في المطار أو سواء بعض الأمور اللي بتحصل للحجيج في المواصلات عندما يذهبون إلى الأراضي المقدسة، وكذلك في وجبات الطعام أيضا في بعض الناس يشتكون من ذلك. حتى في السكن، في بعض الحجيج جاءوا وقالوا حتى أنهم عانوا من السكن، لم يجدوا مسكنا لائق بهم. الأسباب دي كثيرة جدا ونحن لم نناقشها يوما، لكن اليوم تفاديا لوقوع في تلك الأخطاء اليوم نتناول هذه الأشياء. ولكن من المؤسف جدا أيضا عندنا وكالات سفر تتلاعب بالحجاج، وكالات سفر تتلاعب بالحجاج. الوكالة بتشيل عندها كوتا معينة، لكن بتشيل حجيج أكثر من الكوتا المعينة لهم، وبعدين بيقولوا لهم: لا، أنتوا ما قبلوكم في هذه السنة. فما قبلوكم في هذه السنة، هم من البداية عارفين كونه ما بقبلهم لأن العدد خلاص فات، ولكن بشلوهم وبقول لهم اللجنة ما قبلتكم. للأسف الحج الناس ماشيين بيت الله الحرام، ماشيين لأداء شعيرة الحج، لكن في تلاعب وفي واسطات بتحصل في الحج. الكلام ده في الدول الآخرة ما بحصل. الدول الآخرة عندهم حاجة بسموها قرعة، حاجة بسموها قرعة، لأن عددهم كبير جدا. يعني إحنا عددنا قليل جدا، ورغم ذلك في واسطات الناس بتتوسط عشان تمشي السعودية. الإنسان الضعيف كما يا الله ما بلقى بمشي. الكلام ده أيضا استني نناقشه مع رئيس اللجنة الدائمة للحج. في مسؤولين في الدولة وفي ناس كبار في الدولة قاعدين بيتصلوا بلجنة الحج: ألو فلان دول شولوا لنا معاكم سنة، فلان دول شولوا لنا معاكم في اللجان، فلان دول يا جماعة السنة شولوا لنا معاكم. وفي ناس برسلوا القوائم. كلام ده ما بليق بلجنة الحج، وما بليق أيضا بالناس اللي بيسول كلام ده، لأن الناس دول اللجنة دي ما هي جمعية خيرية عشان بتوزع صدقات. لجنة خطوها عشان تخدم الحجاج، عشان تيسر لهم عملية الحج. لكن أنت لما تتصل برئيس لجنة الحج أو تتصل بأعضاء لجنة الحج: شولوا لي فلان كله ودوا له معاكم، فلان بودوا له شنو؟ والناس الزمن كان شالوهم كثير، ناس شالوهم ودوهم ما بعرفوا الشيء، ودوهم في لجنة الحج وما خدموا الشيء، هم ذاتها بقوا عبء على لجنة الحج. فنتمنى السنة دي الكلام ده ما يحصل. الناس اللي بيشولون لابد يكونوا على قدر المسؤولية. ما تجيب لي قائمة وتقول الناس ده شولون لنا في لجنة الحج، بيشولون لك بناء على شنو؟ لأن حج ماشي من بيت الله الحرام، ما تجيب لنا ناس عن طريق الغشش عشان تقول يمشوا. وأظن اللجنة السنة اللي خطوها دي لجنة واعية ولجنة مدركة، وعندها ناس عندهم كفاءة وعندهم خبرة. أظن الكلام ده ما هيحصل. تراكم الحجاج في المطار، السنوات اللي فاتت شبنا الناس الحجاج بودوم المطار قريب 1000 حاج أو 2000 بقودوا في المطار 3 يوم 4 يوم. ده ما بحصل في الدول الثانية. في المفترض الناس يغطت لهم قائمة 200 أو 300 زول، دول الفول الجيد هم بس يمشوا. إنسان اسمه ما وجود في القائمة ما يمشي المطار. ده أيضا سوء تنظيم في الوكالات، الكلام ده بحصل. ولكن الوكالات أحيانا بتعمل خطأ وبتقول اللجنة هي اللي قامت بالخطأ. أيضا الكلام ده نشوفوه. في ناس موجودين في السعودية، تشاديين موجودين في السعودية، بيستغلوا الحجاج الضعيفين اللي بمشوا من هنا دول، بشدوهم لهم بضاعة، بقول لهم البضاعة دول لنا، والحاجة الضعيفة الفات من هنا ما عنده أي خبرة بالكلام ده، بمشي المطار وبقول لي بضاعتك دي كثيرة لابد تدفع، وهو بدفع وأصلاً البضاعة الشالها ما هي أنت. في ناس بمشوا قبل الحج وبمشوا بشولوا المساكن، الناس اللي بمشوا فوق أنت الحجاج أنت اللجنة بسكنوا أهلهم، والناس الدفعوا قروش بمشوا مكان بلقوا بسكنوا ما بلقوا. كلام ده كله حصل في السنوات الماضية، لأن المقدمة هي طويلة أكيد، لأن طويلة شنو الكلام اللي من حجود، لأن كلام مهم.
ومعانا رئيس لجنة الحج بنفسها في هذه السنة، والحلقة بنعملها قبل الحج عشان الأخطاء السواها سابقة الأخطاء دي ما يقع فيها. لجنة الإرشاد والتوجيه، لأن عندنا ناس من قاعدين التلبية من الحج ما بعرفوها، في ناس قاعدين ما عارفين شيء في الحج، الناس دول محتاجين إلى توجيه، محتاجين إلى إرشاد. فنشوف لجنة الحج السنة دي أعدد لهم شنو عشان ما يقوى في الأخطاء السابقة. أمير الحج، أنا طبعا مقدمته طويلة جدا لأن الكلام ده بهمنا. بداية نريد أن نعرف حتى الآن كالاستعدادات وتشهيجاتكم ماشي كيف، خلينا نحجي باللغة الدارجية عشان يفهمها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وبعد. شكرا للاستضافة. أولا، الحج عند وقت معين وعند ظروف معينة بنتهي فيها. أن إحنا جينا لقينا اللجنة بدو قدامنا الناس، وأن إحنا جينا نكمل المشوار الناس بدو فوقها. الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى اليوم قدرنا أعلننا سعر الحج إلى من 2 مليون وشوية إلى 1,177,200 ريال. لسه اللجان الفنية ما كوناها، وده نتطرق لها بعدين. أما بالنسبة للترتيبات العامة، أن إحنا مساكننا في مكة جاهزة، مساكننا في المدينة جاهزة، والطائرة الناقلة هي الطائرة السعودية ناقلة، برغم أنه في شوية خلاف بيننا في موعد الرجوع، لكن بإذن الله تعالى نلقى لها حل. هم دايرين بعد الحج 20 يوم نرجع، لكن أن إحنا قررنا أنه بعد الحج 10 يوم ده أقصى مدة إذا كان لقينا، لكن توسطنا بالسيدة الوزيرة، وزيرة الطيران، على أساس أنه تتواصل مع أخيها في المملكة العربية السعودية الوزير المكلف بالطيران، على أساس أنه يلقوا لنا حلل في هذا الموضوع. فعموما الترتيبات ماشية على قدم وساق. من ناحية الوزارة ما عندنا أي مشكلة مع وزارة الحج في السعودية، مشكلتنا واحدة وبسيطة وقرروها لنا عدة مرات، هي عدم رجوع الحجاج من المملكة العربية السعودية، ومستمرين في العمل هنا في الترتيبات المحلية. كل اللجان المعنية بإرسال الملفات وإعادة الملفات أي الجوازات موجودة، فالقروش المفروض تمشي للسعودية بالنسبة للإسكان والطعام والمواصلات الداخلية. الإخوة في البيسيسي جزاهم الله خير أرسلوا القروش دي كلها، ما باقي منا إلا شيء بسيط، وأن إحنا بإذن الله تعالى في اليومين القادمة دي العمل بيستمر. جميل. بتقول لي الحاجة السنة دي 1,170,200 ريال. نعم، 177,200 ريال، يعني 1,177,200 ريال. نعم. القروش دي بخطوها بناء على شنو؟ القروش دي بخطوها بناء على تكلفة الطيران، تذكرة الطيران اللي هي الطائرة، بحطوها على أساس وجبة واحدة في مكة، وثلاثة وجبات في ميناء، دي كلها الدفع الحاج بدفع، وبناء عليه يعني إحنا بنقدم الخدمة دي للحاج، اللجنة بتقدمها للحاج، شالت المقدمة على أساس إنه تقدمها للحاج. عندنا شنطة واحتمال تكون شنطتين بنقدمها للحاج، لأن السنة دي ما بيسمح المملكة العربية السعودية ما بتسمح بأي شيء، يعني الدبش الشيء البربطو ده ربطة كي يربطوها ويخطوها في الوزن ده السعودية ما بترضى فوقها. فبناء عليه أن إحنا قررنا بنسوي شنطة لكل حاج، وشنطة صغيرة بتشيل 23 23، يعني الحاج بيشيل 23 23 26، وكذلك عند 10 في يده بركب بها، يعني 56 كيلو إجمالي الوزن المسموح به للحاج. نجلي. فما في فيها زيادة وما في فيها أي شيء خارج هذا الإطار بيدخل. تمام.
تمام. فدي كل من الخدمات الآن إحنا بنقدمها للحاج، بالإضافة إلى ذلك النقل الداخلي، نقل من مدينة إلى مكة ومن مكة إلى المشاعر، وثلاثة أيام سكون في المشاعر. هذه كل الأشياء بناء على هذا المبلغ بتتم هذه الأمور، وفي ضمانات أن إحنا بنخدها في السعودية زي 18 ريال سعودي اللي هي 400 ريال 500 ريال، ودي بترجع بعدين للجنة. هذه كله ما في الأمر فيما يخص القروش الحاج بيدفع. جميل جدا. القروش اللي أنت بتقولها لي دي 1,177,200 ريال، دي الفيكس، دي القروش اللي أنتوا هسه كده حاليا كده خطوتوها للحجاج يدفعوها. نعم. لكن أنتوا بعديها قلتوا غير الخدمات. نعم. الخدمات المقصود بها خدمات الوكالات. خدمات الوكالات. بين عموما في كل ما كل التشاديين بيعرفوا كيف بيدفعوا قروشهم عشان يمشوا في وكالات، وكالات سفر وسياحة موجودة، وأن إحنا بنعتمدها في أكثر من 50-60 وكالة، لكن أن إحنا على حسب المرسوم الرئاسي الموجود بنتعامل مع 5 أو 6، يعني ما أكثر من 10 وكالة. فدول الوكالات لهم دعم ودافع جيد بالنسبة للجنة الحج، و الله شاهد طبعا في بعض الأمور قد يكون هم يخطئوا فيها، والإنسان ما معصوم من الخطأ. صحيح صحيح. أما الوكالات بتقدم خدمة للحاج. من الخدمات الوكالات بتقدمها إنه الحاج بيجي من برا، ما بعرف زول في نجمينا، الوكالات بعض الوكالات بتحتضن هذا الحاج في بيتها، بتقدم ليها مأكل، بتقدم ليها مشرب، بتقدم ليها مكان بينوم فوقها إلى أن تجد طائرة. لكن سوء الاستغلال هنا في الوكالات شنو؟ إنه بيدفع هذا الحاج أشياء كثيرة مما المقرر إنه هم يأخذوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى رشدهم ويخدموا الحاج بصورة صحيحة. يعني جميل. يعني 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 القروش اللي انتوا خطوتوها دي القروش المعتمدة عند اللجنة، لكن القروش اللي بتاخذها الوكالات، كون الوكالة تاخذ من الحاج 2,50,000 2,60,000، ده هم واتفاقكم. يعني احنا ما بندخل فوقها، لكن ما أظن في وكالة بتشيل 2,50,000 2,40,000، ما أظن في وكالة بيشيلوا في حدود 8,000 إلى 10,000 زيادة عن الكلام الموجود في اللجنة. نعم، زيادة عن الكلام الموجود في اللجنة، وبناء على الخدمات اللي بتقدمها الوكالة بتقدمها للحجيج عموما، أي الإنسان الدائر ماشي حاج. نعم نعم. بالنسبة للتنسيق، كلمنا عن التنسيق، التنسيق بينكم وبين الوكالات بيتم كيف؟ لأن في بعض الوكالات كما قلت في المقدمة بلعبوا بالحجاج، يعني وكالة واحدة تشيل لها 2,000 جو السفر، وبعدين في النهاية هي الكوتا المقررة للوكالة لا تتجاوز 500 أو 600. فكيف السنة دي يتم التنسيق بينكم عشان ما يكون في تلاعب؟ والله هو في أشياء خفية أو في أشياء دفينة بين الوكالات وبين الحجاج. يعني في حجاج في المدينة هنا قاعدين قروشهم ما كاملة، يعني ما بدفعوا قروش كاملة للوكالات. الوكالات بحكم إنه هم موجودين في نجمينة بتعاملوا مع ناس نجمينة تعامل غير، وبتعاملوا مع الناس الجايين من برا تعامل غير آخر. الناس القاعدين في نجمينة غالبا ما يكون عنده 1,500,000 يدور يمشي الحاج، أما الإنسان الجاي من برا قروشه بدفع كاش. الإنسان الجاي من برا يمكن يتأخر، لكن النادم القاعد في نجمينة ما بيحب التأخير. صحيح. يعني داير جوازه يكون يمشي بسرعة سرعة. نحن لما ننتي أي وكالة مثلا 500 حاج، بعض الوكالات بيحاولوا بيدفعوا القروش هذه 500 حاج هذه بيدفعوها قبل ما يجيبوا الباسبورات. بيدفعوا القروش دي قبل ما يجيبوا الباسبورات. البحصل شنو؟ انت انسان صحفي موجود في الاذاعه عندك 1,500,000 اديتها لاي وكاله، بتجيب باسبورك بتدفع للجنه، وان احنا ما دامت عندنا 500 انسان دفعوا لنا بنشوف 500 جواز ما لمانا. الوكاله جابت منو ما لمانا، بنشيل ال 500 جواز بنصوره بنرسله لوزاره الحج، تجي لنا الموافقه من هناك، بنودي السفاره بيطلعوا الفيزا. هنا
الإنسان المسكين القاعد في القرية وما بعرف شيء جاء هنا، ممكن الوكالة تسفها تقول له لا جوازك لسه ما مرك، أم باكر ما مرك، أم بكرة ما مرك، بعد بكرة ما مرك. لكن أنت يا كدركي الشالوك ده على حساب إنسان حاج تاني، وهو الحاج ده ما بعرف الكلام ده. الأمور دي لما تنتهي كلها بيجي بيقول له والله السنة دي حجاج بيقوا كتار وانت ما شالوا. هذا اللي بحصل في الامر كله. يعني بعض الناس ما بيدفعوا قروشهم كامل للوكالات، لكن الوكالات ما انا نحن صادقه لان نحن خلاص دفعنا الشيء مقدم، فهم بيجوا بيشولوا هذه القروش من المساكين ديل وبيدفعوا على حساب ناس ثانيين، او ناس ثانيين السنه الماضيه ما كان مشوا قروشهم اكلوها بيدفعوا لهذا الامر، وده اللي بيحصل لخبطه في بعض الامور. فنحن بإذن الله بنحاول نتفادى هذه المشاكل بقدر المستطاع، نتفادى هذه المشاكل بقدر المستطاع، وبنعرف الوكالة هي المسؤولة. يعني إحنا ما بنعرف الحجاج، بنعرف الوكالة هي المسؤولة، وفي بعض الأمور بترد لنا وإن شاء الله بطريقة أو بأخرى بنحاول. جميل. إحنا اعترفنا كون الوكالات فيها تلاعب بالحجاج، والكلام ده بحصل الناس كلها عارفة طبعاً. في بعض الوكالات، يعني إحنا ما بنعمم، لكن في بعض الوكالات بتتلاعب بالحجاج. الرحلة لما تبدأ، الرحلة الأولى للحجيج، يعني الرحلة الأولى خلاص الحجيج فاته، بقي ثلاثة أو خمسة أو ست رحلات الحاج بخلوه آخر رحلة حتى بيجي بجيبوا له جوازة بقول لك إنت السنة ما قبلوك. هل اللجنة ما بإمكانها كونه القائمة تطلع بدري عشان تقول للناس خلاص يا جماعة التأشيرات اللي جانا دية، الاسم اللي قفل في الليست ده، ده هو السنة خلاص بمشي الحاج، الاسم ما في الليست ده من أسك خليه يمشي يشيل جوازه هو خلاص ما بقبله. لا هذه احنا ما نقدر، احنا بالذات ما نقدر نسويها. لأن ليه؟ احنا لغاية آخر أيام المطار ما يقفل، احنا بدينا الآن متأخرين، فالتأشيرات بتجينا متأخرة. التأشيرات بتجينا متأخرة وما نقدر نضمن إنه هل فلان ده يمشي أو ما يمشي. يعني إحنا ما نقدر نضمن الكلام ده. الوكالة هي اللي تجي تدفع علينا القروش كاش، هي اللي بتضمن إنه الإنسان ده يمشي أو ما يمشي. للمعلومية، بيجوا مثلا جاب 500 شخص على سبيل المثال، بيجي بيقول لا أنا عندي 10 جوازات من الموجودة دي داير نشيلها نطلعها وندخل آخرين، ندخل آخرين. أن إحنا بنوافق لأنه هو جاب القروش كش. دول ما ماشين، ناسي دول ما ماشين، طلعوا عليه الجوازات دي. حتى ولو كان الفيزا جات، بنقنصل الفيزا بنرسلها مرة تانية، وطبعا ده على حسابنا. أن إحنا في الكوتا بتاعتنا موجود، كوتتنا مثلا 8729 شخص، هذه الكوتا موجودة. ما لم يكن هناك الكوتا انتهت من السيستم هناك، الكوتا دائما موجودة، ويمدينا أن إحنا عندنا الكوت حقنا، أن إحنا الرقم السري، ممكن نقنصل تأشيرة ونجدد تأشيرة تانية لشخص آخر. فبناء عليه هو يكتب رسميا أنه أنا فلان الوكالة الفلانية داير نبدل العشرة أسماء فلان فلان برقم جواز كذا كذا كذا، وما أنا أن إحنا ما بأخذ ولا خمسة دقيقة تغيروها. بعد ما يجيبوا للتريزورية المسؤول من المالية بغير لي الجوازات وبدي جوازات تانية. فده الأمر متروك دائما للوكالات. الوكالة هي حمزة الوصل والعامل الأساسي بيننا نحن وبين الحجيج. تمام. الأخطاء اللي حصلت في الوقت في 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 المواسم السابقة أو في المواسم الفاتت دي، في أخطاء حصلت. الأخطاء اللي حصلت دي الكثير منها من الوكالات، بس الوكالات تتلاعب بالحجاج كما قلنا. شنو السنة تسووا عشان الوكالات المعتمدة عندكم سواء 10 أو 18 تجتمع معاهم عشان توروهم تقول لهم يا جماعة السنة دي المشاكل اللي بتحصل زمان دي يا جماعة السنة تفادوها، ما يقولوا اللجنة سوت الكلام ده. مع الأسف الشديد الناس لما نتضع لهم خطوط ونظام نقول هذا النظام يسهل لنا الأمر ويسهل لنا الأمور، تجد أنه أنت أول إنسان تحارب من قبل شرزمة من الناس أنه الكلام اللي قالوه ده خطأ، والكلام ويسمعه مع الأسف الشديد يسمعه لأعلى درجة أو أعلى سلطة في الدولة الأساس بأكاذيب وتلفيق عشان يشوه صورة فارق، عشان يشوه صورة اللجنة أو صورة الناس العاملين في اللجنة. أن إحنا وضعنا شروط، وإن شاء الله هذه الشروط ستكون سارية المفعول لا تراجع عنها،
وبهذا نقدر نضبط نوعا ما العمل في اللجنة بيننا وبين الوكالات، ونأمل خير، نأمل خير إنه هم ذات يعودوا إلى رشدهم، يتفهموا المسألة. الناس الماشين ديل ماشين حجاج شاديين، فيهم أمهم، فيهم أخوهم، فيهم أبوهم، فيهم خالهم، فيهم عمهم. خليه يحترموا الناس الماشين ديل. على أساس اللجنة هي صح لجنة تنظيمية، لكن النظام الأول والأخير بيرجع لتنظيم الوكالات. صحيح. إذا كان الوكالات هي منظمة، إذا كان الوكالات، لذلك هذه السنة أن إحنا جعلنا حصة معينة للوكالات. يعني أنا كلجنة الحاج بيجب الدنيا لي إنسان ما نعرف كده، بس بيجيبوا لي كمية هجاج 500,000، دول هجاجكم شولهم أمشوا بهم. أنا لما نمشي بهم السعودية ما نعرف كيف نتعامل معهم، لأن أنا ما جبتهم في الأساس. صحيح. فهذه السنة قلنا مع أي عدد معين من الناس، اللجنة تكفلت، لجنة الحج تكفلت إنه برغم القروش الوكالات قاعدين تشيلها، أن إحنا ندوم تذكرة في عدد معين من الناس، على أساس إنه يكون الترتيبات التنظيم إحنا وهم ننظم سويا، على أساس إنه تمشي الأمور بصورة صحيحة وبصورة مطلوبة. يعني كل وكالة، يعني مثلا الوكالة دي جابت 500 شخص، أنتوا جبتوا 500 شخص عندكم تذكرة واحدة عشان تمشوا معنا، أنتوا ذاتك تشرفوا معنا عشان تنظموا الكلام ده. بالضبط، وهو ده الحاصل. يعني السنة دي تاخذوا من الوكالات ناس يمشوا يشرفوا معكم. كلام جميل جدا. الوكالات أنتوا بتقول لي قلتوا الوكالات هي الموجودة في شات كثيرة جداً، 100-200-300 وكالات موجودة سواء في الجمين أو في الأقاليم، لكن قلتوا المعتمدة عندكم كده 10 وكالة مثلاً. نعم. العشرة وكالة دي معتمدة عند اللجنة، هي دي الوكالات اللي بياخدوا منها. نعم. عرفنا الوكالات دي، الوكالات دي توزع لها الحصص بناء على شنو؟ نوزع الحصص بناء على الخبرة. بناء على خبرتهم في الحج. في وكالات ورسوها كابر عن كابر، يعني واحد جده كان كان في السابق كمسنجي، وأبوه كان جابيكي كمسنجي، فهو جابيكي كمسنجي، جابيكي وكالة، يعني اتطورت الأمور، اتطورت. صحيح. من كمسنجي إلى أجانس، وجات بقت حاجة كبيرة واسعة. ففي وكالات عندهم عشرات السنين، 20 سنة شغالين في هذا الشيء. في وكالات ما بهذا القدر. صحيح. دهابة صغيرة. دهابة صغيرة، لكن ناسها كتار. في السنوات الماضية احنا لما أي وكالة بتجي كان بدوها 250 جديدة، شافوها نشطة، طبقت كل الشروط، بدوها 250-300 بيجربوها بيشوفوها. إذا كان كملت الحصة دي السنة الجاية بزودوا لها الحصة الجاية. فعلى هذا الأساس الخبرة عندنا هي مهمة. ثم الاكتفاء المادي. الوكالات في وكالات التخيل. يعني انا مثلا في خلال اسبوع او اسبوعين ندور انه قروش كلها تجي لي. مثلا انا اديتك 1000 انسان، ندور قروش تدخل 1000 انسان تجيب لي كش، لان خلاص انا دفعت الشيء ده مسبقا. ففي وكالات بتدفع هذه القروش كش. أيوة. تقول انتوا اديتوني انا 1000 نادم يا هدى، 1000 قروشكم، جوازاتي بنجيبهم لكم، بنجيبهم لكم بالراحه بالراحه بالراحه، في خلال أسبوع بنكمل جوازاتي. في بعض الوكالات هكذا. فبناء على هذا أن إحنا بنشيل الوكالات كجزء معتمد بنجيبه معنا في اللجنة. جميل جدا. نعم. أن إحنا كده فهمنا كونه الوكالة بناء على الخبرة الطويلة، بناء على الكتف التخين، أو بناء على كونه بقدر بيدفع ثمن الناس اللي جابهم دول. نعم. بناء على أنزل بشلو وأوراقه كمان تكون مطابقة لأوراق الدولة، يعني أوراق قانونية، أوراق قانونية دافع كله أموره السنوية، وما عنده خلاف قانوني مع الدولة، بناء عليه بنشيل الوكالة. جميل. جميل جدا. أنا هنا عرفنا الوكالات بتاخدوها بناء على شنو كده، عرفنا كون الوكالات بتاخدوها بناء على شنو. لكن في ناس قدموا السنة الفاتت للحج ما قبلوهم، قدموا السنة اللي قبل الفاتت كلها ما قبلوهم، والناس دول كلها قاعدين حتى السنة كلها بدوروا بمشوا. هل الأولوية تكون للناس الزمان قدموا وما قبلوهم، ولا ما عندكم كلام زي ده؟ الإنسان جاء السنة وجاء منه الكل عندكم واحد. أن إحنا ما عندنا إنسان جاء جديد ولا قديم، لأن ما عندنا. أنت يمكن داير ترجعنا لقرأة مصر. أيوة. أن إحنا ما في مصر، وما في زول في جات بيقدم 3 سنوات وما يمشي الحج. ما في
يمكن سنة بالأسلوب اللي أنا قلت لك يمكن يستبدلوا بإنسان تاني. أيوة. يمكن يستبدلوا بك أنت، يمكن يستبدلوا بإنسان آخر لظروف معينة ممكن يستبدلوا. أما سنتين متتالية إنسان في شات ما يلغي يمشي حج ما في، إلا إذا كان الوكالات تعمدت أو هذا الإنسان قروشة ما تامة في الوكالات. أما أن إحنا إذا كان قروش جاء تامة ودخلت لنا عندنا والجواز جاء عندنا، إلا إذا كان في هناك مخالفة. والمخالفة هي شنو؟ مخالفة إنه عمر المرأة يكون بسيط أدنى من 45 سنة. دي مخالفة. السيستم في السعودية ما بيقبل هذا الشيء إذا كان ما عندها زوج، إذا كان ما عندها أبو، إذا كان ما عندها أخو يرافقها. بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة. والرجل عمره إذا كان ما تم 18 سنة إلى 25 سنة برضو السيستم بيرفضه مباشرة. هذه الأشياء موجودة. لكن أن إحنا في اللجنة بنحاول بنعالج هذه المشكلة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بنشوف إنه إذا كان هم جابوا ده أكيد زوجها، بنقولوا رجعوها، جوبوا صلة قرابة من المجلس. جزاهم الله خير، ناس المجلس ما بيقصروا بعد الشهود وكذا، بيطلعوا بناء عليه بيجي الحاج وبيسافر يعني. بناء على المرافق بتاعه تمشي. يسافر على طول. جميل جميل، الكلام مفهوم. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في تكدس في المطار، وده ما بحصل في في حتى شوف الحجاج في 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 نيجيريا عددهم يتجاوز 70,000، الحجاج في إندونيسيا السنة دي قالوا عددهم تجاوز 140,000، حجاج في مصر في السودان عدد كبيرة جدا، وتنظيمهم بيكون تنظيم سلس، ما عندهم مخالفات كبيرة. يعني ما نقول ما في مخالفات كبيرة اللي بتحصل في في تشاد، لكن أن إحنا في تشاد كل سنة يقول لك الحجاج أن إحنا في مخالفات، لجنة الحج في سوء تنظيم، في سوء تنظيم سواء في السكن أو في في التوجيه، وبدءا من 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 المطار أنجمينا. مطار أنجمينا أثناء الرحلة الأولى والرحلة الثانية تشوف 1000 شخص قاعدين في المطار راقدين في 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 في, في الأسمنتي. السبب شنو اللي بيجيب الكلام ده؟ والله أنا بصراحة أنا في الآونة الأخيرة ما شفت هذا الكلام، يمكن أنت شفته. أنا صحيح. السنة الماضية ما مشيت، لكن سنوات قبل سنتين أو ثلاثة أن إحنا نظمنا نفسنا، أن إحنا والوكالات جلسنا ونظمنا نفسنا، وهذا النظام هو ده اللي يمشي. يمشي كيف؟ أن إحنا عندنا وكالات، على سبيل المثال 9 وكالات معتمدة. أي 9 وكالات أقل وكالة فيهم هي طائرة واحدة، يعني أقل شيء أن إحنا ندوه هي طائرة واحدة، اللي هو العدد 250 شخص بمثابة طائرة واحدة. رحلة واحدة. أن إحنا بنتفق معهم الرحلة الأولى للجماعة الفلانية، للوكالة الفلانية. الوكالة الفلانية الرحلة الأولى رحلتها. الناس اللي بجوا في المطار أول بيتكدسوا، أن إحنا الكلام ده طلعنا برا المطار. جبناهم في حوش كبير يجوا يسكنوا فوقه ويقودوا، لكن الأهل والأقارب حبهم للذهاب إلى 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 الأراضي المقدسة، أحياناً الواحد حتى لو ما طائرته بيجي بيخش الحوش وبيرقد فوقه على أساس إنه طائرته تجي. أحياناً الوكالات بتقول لا اليوم طائرتكم بتجي، لكن طائرتهم ما بتجي. ده كله بحصل من الوكالات. ده كله بحصل أحياناً من الوكالات. فقلنا للوكالات تنظم نفسها. إذا كان أنا وكالة عندي مثلا اليوم الطائرة أنا نجي فيها ناسي، إذا كان ناسك ما جاهزين ما كاملين، قول للإنسان اللي بعدك مباشرة خليه يجيب العدد ده عشان يكمله. وهم بادين في الأمر ده، وما أظن في الآونة الأخيرة في تكدس في المطار ولا في 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 تمام. السنة اللي فاتت كان عندنا ناس فاتوا المطار، وبقول لك أن إحنا عندنا يومين ثلاثة ماشيين المطار وجايين الرحلة لسه ما بدأت، وودوا لهم أكل وودوا لهم شراب في المطار. أن إحنا دايرين نعرف اللجنة ليه ما بتنظموا أنت مثل ما قلت كونوا أنت الوكالة دي أن تطوع مثلا الرحلة الجاية دي، أنت الوكالة ألف، الوكالة ألف ناس 250 ما جاهزين، لكن عندها 200 شخص جاهزين، في المفترض تاخذ 50 من الوكاله الثانيه، يكون فيما بينهم تنسيق عشان توفي العدد. نعم. وبالتالي الناس دول هيطلعون في ليستي فلان ابن فلان فلان ابن فلان لغايه 250، دول الرحله الجايه يمشوا، عشان الاقاكم دول بالتام ما يمشوا المطار. هو ده. احنا بنرجع المانيفست من الـ من الـ من الـ من الوكالات، بيجينا انه ان احنا اليوم ده ناسنا، على اساس انه ان احنا برضو عندنا تشيك في المطار. هل هذه الفيزا صحيحة طلعت من عندنا ولا ما طلعت من عندنا؟ لأن في ناس
بيمشوا من خلف بلغوا تأشيرات مجانية من السفارة وبيجوا بيمشوا مع الحجاج. فعندنا التشييك بيكون قبل الطائرة ما تقوم، وفي أثناء إنه الطائرة الناس راكبين في الطائرة بيكون عندنا التشييك. هناك في فيزا مجاملة صحيح بدوها دي سفارة وهي مكلفة بها مجاملة، لكن السفارة بتجبر الإنسان على أساس ما دامت هو ماشي حج خليه يمشي يستوفي كل الشروط، وانت عارف في ضعفاء النفوس اكيد اكيد بمشي الحج بسرقة موجود يعني صحيح، فبحاول بيسرق جاي لكن السيستم اللي احنا عملناه هذه السنه ما يقدر يسرق فوقه لان عندنا كود بار، والكود بار ده بيحدد انه اكيد هو مره من هنا، اذا كان ما مره من هنا يرجع يدفع نفس الرسوم الناس دفعوها يمشوا، لان سبحان الله ان احنا دفعنا مقدما وهو بيمشي بيجلس في حق ما حقه فحجه ذاته ما بيجوز. يعني احنا من السنه ممكن نطمن الحجيج يعني التكدسات اللي بتحصل في المطارات، اذا في المطار انجمينا اذا كان حصل في السنوات السابقه السنه دي اللجنه مستعده كون الشيء ده ما يحصل ان شاء الله. ان شاء الله جميل، نتمنى ذلك. خلينا من العاصمه انجمينا ننتقل الى الاراضي المقدسه. في الاراضي المقدسه في مشاكل في الفنادق، في مشاكل في السكن، في بعض الناس اللي بتقول نفوسهم ضعيفه بالفعل قاعدين، في ناس فاتوا الحج قبل موسم الحج فاتوا قاعدين هناك. أم باكر لما سمعوا كون اللجنة خلاص قامت جاية بمشوا، عندهم ناس طبعا هناك كل قاعدين مقدمين بمشوا الفنادق المخصصة للحجاج الشاهدين الماشين من هنا هم بمشوا بدخلوا فوقا، والكلام ده كان حصل في السنوات الماضية. الحجيج بمشوا من شاتين بيقول لك أن إحنا مشينا والله كان نسكن كل ما لقينا غرفة أديلة نسكن فوق كل ما لقينا، والكلام ده حصل. الكلام ده اللجنة السنة دي حل أخذتها في الحسبان، ممكن لا يتكرر الكلام ده في السنوات في السنة دي. هو في الحقيقة الثلاثة أيام الأولى بيحصل فيها شوية رجة، سكن ما سكن، نزل ما نزل، وين المكان اللي أنا قاعد فوقه، وين المكان اللي أنا ما قاعد فوقه. بعدين في حاجة زي صدمة كده بتجي للحجاج، إنه الواحد كثير من حجاجنا ودل بيواجهوا الناس الطوالي بيجوا من القرى. أن إحنا الفترة البيجي بسكن فيها في إنجمينة بسيطة جدا ما بيتعقلم مع البيوت. صحيح. لما نسافر يمشي المدينة المنورة الأمر بيختلف تماما من إنجمينة. صحيح. لما نشيل الطريق من المدينة ويمشي مكة الأمر بيختلف تماما. فهنا لما أنت تسكن في الغرفة فوق بيقول لك لا أنا ما أندور فوق. الغرفة دي باردة أنا ما نقدر نسكن فيها، مكيف الغرفة دي يعني الحمام ده أنا ما نقدر نستعمله، ندور نقعد في البر كده. هذه الحاجات بتحصل في ثلاثة يوم الأولى، فالناس تلقاهم راكدين في البلاط تهيد، الناس تلقاهم يتهوا ما يعرفوا وين غرفتهم. في بعض الناس بيختلفوا في الطائرات، مثلا ده بيجي في الطائرة الأولى وداك بيجي في الطائرة السادسة، فمستحيل إنه تلتقوا صحيح إلا بعد ما تجوا من منى وعرفات. فتلقى ناس من محل بيفتشوا ناس في محل آخر ما بيلقوهم، بيجلسوا في البلاط على أساس إنه يمكن يجلو هذا الإنسان يمشي الحرم ويجليه. لكن في مشكلة تانية اللي أنت تطرق لها، هي مسألة الإخوة، بعض الإخوة النفوسهم ضعيفة في مكة بيجوا بيستنكهوا الناس اللي احنا استأجرنا منهم البيوت، بياخذوا المفاتيح منهم، بيسكنوا ناسهم القاعدين في جدة، بيسكنوا الأهالي، بيسكنوا ناس جايين من كل المناطق الثانية بيسكنوا قبل الحجاج. المشكلة هذه ما حتحصل، لأن أن احنا التسكين ما علينا، أن احنا التسكين على الإنسان اللي هنا تعاهدنا معايا في السكن. عندنا 6800 شخص يسكن دون لجنة الحج، دون لجنة الحج، فهو يسكن هدول الناس 6800 دول لازم يسكنهم واحد 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 واحد، يسكنهم 6800 بالإضافة إلى لجنة دول الحج، دول غرفهم أجرتوهم خلاص خلاص، بالإضافة إلى لجنة الحج. إذا كان هو عمل مغامرة وأدى مفتاح لإنسان تاني سكن فيه إنسان، هو أن إحنا كلجنة بنطالبه هو إنه حجاجنا ديل ما ساكنين في غرفة
ولازم يسكنوا. ده السنة سوته. نعم. نتمنى. ده في العقد موجود ومضينا عليه وفي السنوات الماضية في أي أحيانا بنمضى مش لهذه الأشياء لكن ما في متابعة ما في تطبيق. تمام. نعم. احنا اعترفنا كونه في السنوات الماضية في ناس قاعدين في السعودية قاعدين في السعودية بس بكان سمعوا الحجاج جايين ده بس هم بمشي بشول المفاتيح وبسكنوا في غرفهم. الحجاج بمشوا منين يبلقوا ناس ساكنين في غرفهم؟ الناس دول جابوهم منين؟ تيري ناس قاعدين في السعودية بس وناسهم جابوهم سكنوهم أو حجاج فاتوا من عندهم وسكنوهم في الغرف دي. الناس البنطوا المفاتيح دول أكيد هم في حاجات تلاعب حصل أو في غش حصل بالنسبة لهم هم في تدليس حصل. أنا يعني اعترفنا كون الكلام ده في السنوات الفاتت حصل. ليه ما نسي زي الدول الثانية ألي فاضل قدر كي في غرفة فلانية نطق صورته ببرا واسمه ببرا أو ألي فاضل وفلان هم ساكنين في الغرفة فلانية. باكر كم مشينا ده إذا كان صورتك ما موجود واسمك ما موجود في الغرفة ما تسكن. إذا كان اسمك ما موجود في الغرفة ما تسكن في الغرفة دي. الكلام ده ليه لجنة الحج من بدري ما تبادر كونه تسيه؟ بالصور شوية صعب علينا لكن في أثناء النزول بنعرف اللجنة بتعرف ألي ساكن في أي غرفة وساكن في أي أمارة في أثناء النزول. بعد يومين بيجينا الليست إنه فلان الفلان ساكن في الأمارة فلانية في الدور الفلاني في الغرفة رقم كده. أيوة. بنعرفه بعد يومين ثلاثة هم كي سكنوا اطمئنوا بنعرف إنه فلان ده ساكن كده وكده وكده. حتى لو ما كان جاء في الغرفة بنعرفه كان كبير بنفتش ليه إنسان يمشي يفتشه. المشكلة ما في دي. المشكلة أنا بنكس ننتهز الفرصة دي ونوجه نداء للإخوة الساكنين في المملكة العربية السعودية وبالذات الإنسان البيريد بيغش الحجاج. يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم إنه حتى في غش في البدل. الإنسان اللي ما بعرف البدل بكم بيغشه. فنرجو منكم رجاء خاص إنه ساعدوا أخوانكم وقدموا لهم خدمة تنفعكم أنتم في الدنيا. بالنسبة للرسالة أظن الرسالة وصلت. الناس اللي قاعدين في المملكة العربية السعودية أو سواء الناس اللي فاتوا من هنا اتقوا الله في حق الشادين الماشين السنة دي. يعني ما ينفعش أنت قاعد في السعودية أو بزولك فات بس عندك في السعودية قاعد بس تشيله تمشي السكنة في غرف الناس الجايين دي مشكلة. في مشكلة تانية مشكلة الوزن. مشكلة الوزن دي أيضا الناس بعانوا منها كثير جدا. واحد بيقول لك وزنه ما يتجاوز 10 كيلو أو 15 كيلو الفات من هنا. يعني في ناس ضعيفين ناسنا جايين من برا ضعيفين. واحد بقى بهيم تجا مش حجة بها ما عندهم وزن تجيل. لكن الناس اللي قاعدين هناك أو الناس اللي بمشوا من هنا ذاتها في ناس تجار بمشوا بيشحنوا بضاعة كثيرة جدا وبعدين البضاعة دي بوزعوها للناس اللي نيتهم سليم والناس الضعفاء. اللي بيقول لي البقجة دي شيلها لي معاك وهو ما فاهم حاجة. البقجة لما يوديها وزنها يلقاها زايدة عن الوزن الطبيعي وبالتالي هو يدفعوا الفلوس. الكلام ده حصل في السنوات الماضية. السنة دي شنو تسوي عشان الكلام ده ما يحصل؟ والله هو أنا نرجع لنفس النداء اللي قبل شوية قدمته ونقول أي إنسان خليه يتقي الله في نفسه. الناس المساكين اللي بمشوا من هنا أنا أتحدى أي إنسان يكون هو أي إنسان جاي من برا عنده 20 كيلو للحج أو 30 كيلو. صحيح. ما في أصلا ما في. لكن الناس اللي بمشوا من المدن الكبيرة يعني ما ناس بمشوا من الجمينة وبس. لا ناس بمشوا من سار بمشوا من مندو بمشوا من أبشة بمشوا من كل المدن. صحيح. الكبيرة الموجودة في كاد هم بيستغلوا فرصة المساكين اللي بيمشوا ديل والطيبة القاعدين معاهم فيها سوا. فلان انت عندك شيء بتودي؟ لا انا ما عندي شيء. يا اخي الله عليك عندي لي شيء بسيط كم مشيت اوزن لي معك. والشيء في حد ذاته ما بسيط كبير وزنه كثير. فلما يجي المطار يقول لي وزنك ده كثير. هو ايمانه طبعا انسان نادم برا امانه واحد. صحيح. بيقول بموت حقك حقي حقي. كان تقول تسيل منا شيء على أساس إنه تجيبه في الوزن ما يخص أساسا. فأنا هنا نطلب من الإخوة التجار والإخوة اللي بمشوا الحج خلي ما يستغلوا طيبة المساكين دي يدوم. السنة إذا كان أنا هنا من 46 ده ولو كيلو واحد أنا هنا ما مسؤولين منا. اللجنة ما مسؤولة من أي عفش زايد. إنسان عنده 23-22 يجي يوزن وبس. أن إحنا ما مسؤولين من أي شيء تاني.
عجيب والله. حمامهم ده ان شاء الله يدفقوه يخلوه ان احنا الوزن الزايد ده ما معانا، ونطلب من التجار ونطلب من الناس اللي بيستغلوا الناس خليه يخلوهم. في مشكله انت ما تطرق لها وهي موجوده، في ناس بيمثلوا انه هم رجال دين، هم علماء بعمائم بطواقي كبار، بيمشوا بيشولوا قروش الناس في الاضاحي. اها. فانا للهدي للهدي. فانا اوجه نداء انه خليه يتقوا الله، اذا كان هم بيقولوا هم مسلمين خليه يتقوا الله في انفسهم اولا باولا، ما يشولوا من الناس وما يمشي يضحوا. صحيح ولا تزر وازره وزر اخرى، هو اداك انت كان ما وديت ده بيعتبر غش، والانسان حجد ملحلح اذا كان هو ما ضبح. صحيح. فارجو من الناس، وبناء عليه انا اتكلمت قبل ده وقلت انه اللجنه بتكون لجنه خاصه للاضاحي، فارجو من الاخوه انه ما اي انسان يجي يقول لهم جوبوا نمشوا نقدم لكم الهدي او الاضحيه يدو يمشي شيء اي شيء وما يدوره. فاللجنه بهذا الصدد بتوجه نظر للناس الحراميه اللي بمشوا باكلوا اموال الحجاج في الفاضي كده، ده خليه يتقوا الله. يعني انتوا حاليا انتوا شكلتوا لجنه او كمنقسم، او نستطيع ان نقول كونه عندكم فئه من رجال الدين هم المكلفين بالشيء ده، اللجنه الثانيه تكلفهم به. نعم. نعم. يعني 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 يا جماعه دني دائما رئيس اللجنه، طبعا انتوا كلكم سامعين الرساله وصلت، اسال الناس الحجاج الماشين السعوديه السنه دي البضحوا في السعوديه او الاندوم هدي، ما كل واحد لابس لإمامة، كل واحد لابس لطاقية يجي يقول لك جيب القروش أنا نمشي نضحي لك. اللجنة مكلفة بالأضحية ولديها ناس مخصصتهم السنة دي هم المكلفين، أو أي ريال أو أي قروش خرجت عن جهة تانية اللجنة ما مسؤولة عنها. كلام جميل. تألنا في الطعام. نعم. الحجاج الشادين اللي بمشوا هناك ايضا بيشتكوا من الطعام، انت عارف طبعا ناسنا اللي بمشوا من دار برا الاكل هنا المدن، والاكل خاصه عندك ما متعودين عليه، الاكل ده ما متعودين عليه، وبالتالي كثير منهم دايرين لهم عيش بويكي، والعيش بويكي اظن ما بنلاقيه هناك، وده بعانوا منه، وبجي بقول لك ان احنا السنه دي ودونا واكل ما اكلنا كويس وجابوا لنا مطاعم كيف اننا ما عارفينها، والكلام ده بحصل كل سنه بحصل. نعم. احنا عندنا شاديين وشاديات موجودين في السعوديه، ليه ما تستعينوا بالشاديات الموجودات هناك نزلوا سولهم ايش بوكك ياكلوا عشان ما يجوا يقولوا ما اكلونا؟ بارك الله فيك. هي المشكله ما مشكله شاديين وشاديات موجودين هناك او الجاليه الموجوده هناك، المشكله في المملكه العربيه السعوديه ونظام المملكه العربيه السعوديه، انه الانسان اللي يبقى عند مطبخ لابد انه يكون انسان سعودي. لابد انه يكون انسان سعودي عنده بطاقه وطنيه حتى يسمح له، وعنده علاقه عنده تصريح من وزاره التجاره، وعنده تصريح من البلديه، وده ما بيخلوا للشاديين، ده حق لهم هم كسعوديين. الله يجزيك خير، هذه السنه ان احنا قلنا حتى ولو نشيل سعودي لابد ان ندخل الوجبه الاساسيه اللي هي ان احنا اخترنا وجبه واحده. اخترنا وجبة واحدة أساسية، لأن لو اخترنا وجبتين صعب كون الشاديين يلقوها، أحيانا ديل تلقاهم في الحرم، واحدين تلقاهم في البيت، وبعض الناس إذا كان أخوه مشى الحرم ما أكل وما باكل اللي يرجع يجي. فاخترنا وجبة واحدة أساسية. أما في منى عندنا 3 أيام 4 أيام فطور غدا عشاء في منى. تمام. أما في مكة اخترنا وجبة واحدة. جميل. لفترة 21 يوم. اللي هي مدة مكوسنا هناك، لكن في المني بتاع الطعام أدخلنا الوجبات الشادية. هم كل يوم ما يقدروا يستاجروا أوين يجيبوهم، لكن في خلال كل يومين العصيدة بتكون موجودة، وملا درابة يكون موجود، وشوية ريس عند ملح ما ريس رندو ساكن. ونحن تكلمنا لهم عن الجداد الفخ اللي بيقدموه للناس، قالوا والله ده جداتنا ما عندنا غيره، ده جداتنا ما لنا غيره. فنحن قلنا لهم خلاص اذا كان ما في غيره ممكن يستعملوا، لكن ما يكون كل يوم جداد مثل جداد، لابد انه يتنوع في الياتو ده، واكدوا لنا انه يتنوع، ونشوف ان شاء الله يصدق في قولهم على اساس انه يتنوع لنا في الاكل، والا
نكتب ان احنا لوزاره الحج انه ان احنا اتفقنا معاهم على كذا 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 وهم طبقوا الاشياء ده ونترك الامر. يعني موضوع وجبه الاكل ديك السنه بتكون محلوله ان شاء الله. جميل. ان شاء الله. الحاجه الثانيه هي حتى تنظيم حتى الوجبات اللي بيجيبوها لهم في وجبه السعوديين بيوزعوها. الوجبات اللي بيجيبوها ايضا في ناسنا التشادين ما انت التشادين دول اي شيء شافوه كله. في بعض الناس قلوبهم ضعيفه نفوسهم ضعيفه بالخاطفوا اي شيء شافوه كله. واحد اذا كان الوجبه ما باكلها كله يمشي يشيل ثلاثه اربع وجبات يجيب يغطين في البيت واصلا ما باكلين وبالتالي شال حصه الناس الثانيين. انا هندور نعرف اللجان اللي كونتوها اللجنه اللي كونتوها ممكن من لجانكم الخاصه بتشرف على الاماكن دي او على الوجبات دي. هل كونت لجنه؟ شكرا. هي ما في هذه السنه قلنا ما نشول الناس كتار من هنا نستعينوا بالجاليه الموجوده هنا. جميل. لكن انا عندي كلام ندور نكلم للحجاج الماشين. ان احنا عندنا ناس كبار ماشين معنا عندنا نسوان ماشين معنا فالناس الرجال خليه يكونوا رجال على أساس إنه يساعدوا الناس الكبار ويساعدوا النسوان يدهم الأولوية. اللي بيجيب الكلام ده كله شنو؟ المرأة المسكينة ما تقدر تمشي تداوس مع الرجال عشان تشيل. صحيح. الراجل بيجي بيشيل الحاجات دي أربعة خمسة بيشيفة يمشي فوقها ويا ريت لو يأكلها ما بأكلها. صحيح. فأنا هنا ننصحهم إنه الحج ده ما عنده رفس ما عنده جدال ما عنده فسوق. إذا كان حجك دخل فوق دي الأشياء دي كلها بيبطل. فخلي الإنسان يتقي نفسه إنه ما يزعل مع الناس يقعد الله أنت هي مكة الله أنت ليها يأكله الله ما أنت ليها يصبر على أساس إنه يجيبوا ليه لحد مكانه. صحيح. وهذه السنة نحن استعملنا عدد كبير من الإخوة في الجالية هناك الموجودين التشادين الموجودين هناك وأنهنا أملنا بالله كبير ثم بهم على أساس أنه يقدروا يقدموا لنا خدمات في هذا الجانب بإذن الله تعالى. جميل. بالنسبة للخدمات الطعام هجينا السكن هجينا الأمور دي كلها إن شاء الله تكون محلولة بإذن الله. بإذن الله. عندكم إشكالية في الإعلام عندكم إشكالية ونقص كبير في الإعلام. الدول الثانية عندها حجيج كل سنة بمشوا عندهم الإعلام مكثف جدا بيغطوا الحج سواء في 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 الناس اللي بيرافقوهم معهم في السعودية أو سواء الإعلام الموجود في الوطن بيغطي الحج بكل جوانبه بيقوم بعملية التوعية لأن في ناس وحدين ما فهمين الحج ذاته شنو. لكن اللجان السابقة عملية تغطية الحج حتى في الإعلام التابع للدولة بسيطة جدا. هل الأمور ده أقصتوها على إن الاعتبار السنة دي ممكن التغطية تكون كويسة؟ ان شاء الله. ان احنا افردنا جزء كبير من 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 ميزانيتنا تختلف من الميزانيه السنه الماضيه لتوعيه الحجيج والحجاج وان شاء الله عما قريب سنبدا في كل يوم يومين بنبدا في تغطيه وبتكون على شكل توعيه وارشاد للحجاج في مجال الحج. اما بالنسبه للتغطيه في المملكه العربيه السعوديه هذا يتطلب من وزارة الإعلام هي اللي بتكتب لوزارة الإعلام السعودي إنه عندنا فريق للتغطية. لأن أولا الفريق اللي إحنا نودوه ده فريق فقط بيغطي لنا النزول في المطار وبيغطي لنا عرفة والحبوط أول طائرة في مطار أنجمينة. تغطية شاملة ما عندهم تصريح على أساس إنه يقدروا يغطوا. فنحن إن شاء الله في هذا الإطار بنقوم بالواجب بنكتب لوزيرة الحج لوزيرة الإعلام إنه تكتب لنا على أساس إنه نرفق الرسالة دي بطريقة رسمية. نعم. يكون هناك تصريح. المشكلة عندنا هي مشكلة الميزانية المادة. أنتوا عارفين إنه هذه السنة نحن نزلنا السعر على أساس إنه نشيل ناس بسيطين ما نشيل كمية كبيرة من الناس. لكن لربما تكون هناك دعامات خاصة ونقدر نغطي هذا الجانب وإن شاء الله نطلب من جميع الإخوة الإعلاميين إنه في أي مكان إذا كان هم عندهم شيء دايرين يستفسروا منا دايرين حاجة يسمعوها دايرين خبر مننا أن إحنا أبوابنا فاتحة ما زي يقولوا في الإعلام إنه صالح بابه مكفول. لا. أبوابنا فاتحة أي وقت من الأوقات حب لهم يجوا
يتصلوا يستفسروا من أي شيء في الحج، الأبواب مفتوحة ونحن نرحب بهم يعني. جميل، أظن الوقت أوشك إلى الانتهاء، لكن إن شاء الله عندنا أسئلة 2-3 كده نحاول نخلصها. بالنسبة للجان السابقة، اللجان السابقة سواء بحسن نية أو سوء نية، المهم اللجان السابقة تركت إبع كبير على اللجنة الجديدة، لجنتكم بقولوا اللجنة الجديدة مطالبة بقروش، مطالبة بقروش تدفع، هل الكلام ده صحيح؟ والقروش من المطالب الطالب منكم قروش؟ بصراحة في قروش، وهو شيء ما شيء ملبد يعني، في 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 قروش الناس قاعدين بيطالبوا أشخاص، بيطالبوا اللجنة عن طريق أشخاص. صحيح. فأنا ما عندي دراية تامة المبلغ يوصل إلى كم، لكن بيصل إلى مليار وشوية. مليار فرنك سيفا. مليار فرنك سيفا وشوية. فالأمور عند أخذ طابع قانوني وجارية فيه، ما نعرف يثبت في الإخوة إنه هم أكلوا القروش ولا ما أكلوا القروش. وكإخوة نحن حتى الآن ما نقدر نقول إنه هم أكلوا القروش، لأن الشيء عند مجرى قانوني وماشي فوقها، لكن كونه قروش في اللجنة معروفة وعندها أوراق ثابتة. يعني اللجنة حاليا مطالبة بقروش قد تصل إلى 1 مليار فرنك سيفا. إن لم تطالب، لم تطالب الآن، ستطالب غدا في المستقبل. نعم. لدفع هذه الأموال. نتمنى الناس اللي شالوا الأموال يرجعوها عشان اللجنة تكون خالية. أنا الحاجة المستغربة سيادتك، الحاجة المستغربة أن إحنا ما أن إحنا الحجاج الشاديين لوحدنا، الناس البشر والأراضي المقدسة ناس كثيرين جدا يعني. النيجيريا كما ذكر في البداية آلاف، 70,000 80,000، مصر أندونيسيا 100 وكم آلاف، أن إحنا 6,000 فقط أو 7,000 فقط بس، أن إحنا كل يوم كل سنة عندنا مشاكل. المشاكل دي ترجع إلى اللجنة ولا ترجع إلى الناس اللي بشولوهم عشان يمشوا يخدموا في اللجنة دول هم اللي بسببوا المشاكل، تجي منين؟ هذه أيضا موجودة في ناس، زي الله يكرمك زي ما أنت كلمت، فلان وديني، فلان جيبني، فلان جيبني. هذول الناس لما يمشوا في المملكة العربية السعودية ما بيخدموا الحجاج. صحيح. غالبا ما تجدهم يناموا في غرفهم، تجد دق لهم الباب ما يفتحوا الباب، تلقى جزء بسيط من الناس اللي بيخافوا الله هم اللافين للحجاج، ودلك النايمين في غرفهم فاتوا باسم اللجنة. باسم اللجنة. عجيب والله. باسم اللجنة. هذه هي الإشكالية. أما إذا كان كل الناس البمشوا من هنا بيخدموا من أجل الحجاج، كل المشاكل دي هتنتهي. فلذلك أن إحنا تفادينا تفادي كبير، حتى الآن قاعدين ننقي الناس اللي بيخدموا، ما عندنا نادم حتى الآن، ما في زول بيعرف متى هو يمشي السعودية. جميل. قاعدين في تنقية الناس اللي بيخدموا الحجاج حقيقة، هم بيخدموا في الميدان. نعم. جميل. فقاعدين في التنقية وما زلنا فيها، وحتى الآن ما في زول بيعرف إنه هو حيمشي السعودية أو ما حيمشي السعودية. أتمنى السنة دي. نعم. أتمنى السنة دي الشخص المناسب في المكان المناسب، الناس اللي بودوهم السعودية يكونوا ناس أكفاء، ناس عندهم مقدرة، وناس هم ذاتك بدوروا بخدموا الناس. إنسان تجي يجيبوا اسمك في اللجنة عشان يودوك من اللجنة تقدم وتمشي تنوم في الغرفة، ده اللي حصل في السنوات الماضية والسنة دي. نتمنى يمشي جدة يخليكم أنتوا قاعدين، حاجة غريبة جدا. نعم. وحتى الآن أكيد في ناس بتصلوا كونه في لندن شولوهم لنا، في لندن ودوهم لنا معاكم، ده بيحصل وقائد موجود أكيد طبعا، اللي بيتصلوا دايرين يمشوا ملح ساكت من غير حاجات، أكثر من الحجاج اللي بيستفسروا كيف الحج، كيف مسيرة الحج. يعني أي إنسان صراحة خليهم يرتاحوا. أنا هنا إنسان ما بعمل، أنا شخصيا ما نشيله. جميل. أنا شخصيا إنسان ما يمشي يعمل من أجل الحجاج، ما نشيله ولا اللجنة تشيله. جميل. فليطمئنوا، فليطمئنوا أن إحنا ما جينا عشان نجيب ناس كده نحججهم. الإنسان الدائري يحج ده خليه يحج بقرصة. صحيح. الإنسان الماشي بخدم الحجاج خليه يجي بنية إنه يخدم الحجاج، وإن شاء الله الله يكتب له فيه أجر، والأجر أجرين، هو خدم الحاج وحج في آن واحد. جميل. أسأل حاليا ده أظن أن احنا أوشقنا إلى انتهاء والأسئلة ما انتهت، إن شاء الله سنلتقي في حلقات مقبلة، لكن الرسالة شنو توجهها للحجاج وللوكالات عشان الفوضى اللي حصلت في السنوات الماضية ما تحصل؟ والله هو أنا أوصيكم وأوصي نفسي معكم، أنا نوصيكم ونوصي نفسي معكم، إنه الأمل ده خليه يكون لله، لأن هي شعيرة دينية وأمورها كلها خليت تكون لله. النادم اللي بحاول بظلم فيها عاقبته تكون ما كويسة في أمر الحجاج بالذات. وأن إحنا
إذا كان أخطأنا كل ابن آدم خطاء، كان نقوله أن إحنا مهما نعمل ما نقدر نتم الأمور 100%، ونطلب من جميع الحجاج إنه يساعدونا في العمل، ونطلب من كل الناس اللي بيمشوا باسم اللجنة خليه يعملوا للجنة وللحجاج، سواء كان هنا في من أنجمينا سواء كان هناك في المملكة العربية السعودية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخل السكينة في قلوبهم ويعملوا للحجاج بصورة صحيحة، لأن في النهاية أنت يوم القيامة بتمشي للقبر وحدك وبتكون مسؤول من كل شيء أنت قاعد تسيه. صحيح. فلا رفسة ولا جدالة ولا فسوق في الحج. جميل جدا. أظن الرسالة وصلت. رئيس لجنة الحج وجه رسالة قوية بالنسبة للحجاج وللناس اللي بتلاعبوا بمشاعر الحجيج. نحن ختمنا هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وإن شاء الله سنلتقي مع رئيس لجنة الحج في حلقات مقبلة، نتابع نشوف كيفية سير العمل في لجنة الحج. وأظن لجنة الحج في هذه السنة لجنة لديها كفاءة وخبرة وناس عندهم نية في التفاني في 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 العمل، لكن الناس اللي بتصلوا باللجنة وناسهم بتصلوا باللجنة شولوهم الناس دول معاكم عشان يخدموا معاكم، وبشولوهم وبمشوا ما بخدموا دول الناس دول السنة لا مجال. لا تتعب نفسك تتصل تقول فلان شولوه السنة، ما بشولوه إلا إذا كان عنده خبرة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في هذه الحلقة، وهو الأستاذ صالح برمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة. نشكرك. شكرا جزيلا. وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا. وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية الحوار، ولا زالكم الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته.